بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ الميدان السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. فضل إن شاء الله غنشوفوا تتمة تصحيح التمارين درس مباراة فيثاغورس، غنشوفوا التمرين رقم 5. التمرين فيه هاد المعطيات، بين أن المثلث ABC قائم الزاوية إذا علمت أن AB يساوي 7، BC يساوي جدة 98، AC يساوي 7. دائما قلنا غير نشوفوا بين ان المثلث قائم الزاويه، خصنا نفكروا في مباراه فيثاغورس العكسيه اللي كتقول اذا كان مربع اطول ضلع كيساوي مجموع مربعي الاضلاع الاخرين فان هذا المثلث قائم الزاويه. اذا هنايا الطريقه باش نخدموا غنشوفوا اطول ضلع اشنو هو، يعني كنقلبوا على اطول ضلع. عندنا هنا 7، هنا 7، يعني المثلث في هذه الحاله راه غيكون متساوي ساقين في النقطه A. غير خصنا نشوفوا راه ماشي بالضروره متساوي ساقين، يعني ما يمكنش يكون قائم الزاويه، يقدر يكون متساوي ساقين وقائم الزاويه. راه كاين هاد الحالة، يعني غنشوفو أطول ضلع غيكون هو بي سي. إلا لاحظتو هادي الجدر 98 قريبة لجدر 100 اللي هي 10، يعني هادشي قريب لعشرة، يعني غتكون هادي هي 9 فاصلة قريبة لعشرة، يعني غتكون هادي هاد القيمة هي أكبر قيمة، يعني كبيرة على 7، دونك غتكون هاد الضلع هو أطول ضلع. غنشوف أطول ضلع أو سي 2 في الجواب ديالكم، أنا غنجاوب فقط غنشرح ليكم أنتوما في الجواب. لدينا أطول ضلع هو بي سي يساوي جدر 98، ولدينا بي سي أو سي 2 يساوي، وغتجي تكتب هنايا بي سي أو سي 2 تساوي جدر 98 أو سي 2 كتساوي 98، بي سي أو سي 2 كتساوي جدر 98 أو سي 2، هنايا بي سي كتساوي جدر 98، داكشي علاش عوضت بي سي بجدر 98، جدر 98 أو سي 2 صحيح الجدر غتبقى 98. ونمشي نحسب هذا أو سي 2 زيد هذا أو سي 2، وغتجع السطر، ولدينا AB أو سي 2 زائد AC أو سي 2 يساوي شحال؟ عطاونا في AB عطاونا 7، AC عطاونا 7، 7 في 7 هي 49، 7 في 7 هي 49، 49 زائد 49 هي 98. هذا أو سي 2 عطانا 98، هذا المجموع عطانا 98. إذا ومنه غترجع السطر، ومنه بي سي أو سي 2 راه كيساوي أبي أو سي 2 زائد أسي أو سي 2. إذا حنا لقينا مربع أطول ضلع كيساوي المجموع ديال هاد أو سي 2، يعني ديال مربع مجموع الأضلاع الآخرين أوس 2. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن المثلث أبي سي غيكون قائم الزاوية فاش؟ هذا هو أطول ضلع، يعني غيكون هو الوتر. إذا كان بي سي هو الوتر غيكون قائم الزاوية في أ، لأن دائما الوتر والزاوية القائمة كيكونوا متقابلين. إذا النقطة اللي غتكون مقابلة مع بي سي هي أ، وها هي كتعود عندنا هنا. إذا فاش غنلقى هذا المتساوي كنرجع للسطر. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في النقطة أ. هادشي كاين في هذا التمرين، أعانكم الله، وعيدنا فيديوهات أخرى إن شاء الله وبحوله.